لما جينا اتكلمنا في اسوان الناس اتكلمت ان في صعوبات موجوده، ان يبقى في اعارات، كان حوالي 14 اعاره، وفي بعض اللعيبه لازم تتباع على اساس ان انت كان عندك مديونيات على اساس عايز تكمل الفتره اللي جايه في الشغل. فاتفقنا انا طبعا بيبقى في كلام بتخش على الواقع، فبتشوف الواقع اللي انت موجود فيه، بتحاول تشوف الدنيا، لان كانت ساعتها الصعوبه بالنسبه لي ان انك انت تقدر تعمل فرقه دي مش صعبه قوي لو متاح لك لعيبه. تاني حاجه الفتره كانت القليله، تقريبا انا كنت مستنيه ان القيد الاول يقفل على 11 او حاجه 11، فكنت مستني اللعيبه اللي تقع من الانديه اخدها، ما ده الطبيعي لان انا مش هدفع فلوس ملايين في لعيبه ولا حاجه، اللي هيقع من الانديه هاخده. فوجئت وانا شغال ان القيد بقى 30 11، ما وقعلكش ولا لعيب، اصبحت انت بتدرب 7 لعيبه بس، مع كمان دخلنا محمود صلاح لعيب بقى 8، دخلنا اسلام سري بقى 9 بعدها باسبوع او 10 ايام، وانت عندك 25 يوم او 30 يوم على الدوري. اشتغلنا وعملنا معسكرات وعملنا ماتشات ودي واشتغلنا والكلام ده كله. بدأنا الدوري الحمد لله ربنا كرمنا بفوزين محدش كان يتخيلهم، لان كان اتفاق بيننا وبين بعض ان احنا اول 4 5 ماتشات ممكن ما بقاش النتائج كويسه، ما فيش تجانس وترابط ما بين اللعيبه، اللعيبه هايلين، اول ماتشين بالنتائج كويسه مع فرق زي ام بي زي الجيش، ده اقوى دوري جه في تاريخ مصر، مع احترامي للسنه اللي فاتت اللي نزل مين؟ نزل نادي مصر امكانيات ضئيله، نزل طنطا امكانيات نفس الموضوع، حرس حدود ما بيصرفش انه ما عندوش امكانيات، لكن السنه دي انت طلع لك وحشين كبار، الوحشين دول مع الوحوش اللي موجوده اصبح الدوري صعب جدا. لكن لما لعبنا حوالي 5 ماتشات حوالي 17 يوم لا كتير في لعيبه ما كانتش، في بعض اللعيبه بقى لها سنين ما بتلعبش، بدا يخشوا في الفورمه بتاعه الماتشات، بتلعب فرق معلش فرق تقيله جدا، انا كل الفرق بتلعبها بتلعب فرق تقيله، وكل الفرق اللي بتلعبها واللي هتلعبها كلها فرق تقيله جدا. انت عندك مشكله السنه دي ان انت المدرب لو خد قرار ان هو يمشي مش هيدرب تاني، وده صعب على اي مدرب، ده قرار صعب جدا على اي مدرب. فبالتالي النهارده القرار ايه؟ القرار في الاخر بيبقى قرار مجلس، قرار مجلس بتشوف النتائج، وانا بالنسبه لي هي النتائج، محدش بيقعد في نادي ونتائجه سيئه. يعني انا بكلمك دلوقتي وانا عندي 6 بونت فرق كبيره جدا في الدوري ما عندها 6 بونت، صح ولا غلط؟ الازمه بالنسبه لي طب انا لو كنت تعادلت 3 ماتشات وتغلبت 3 ماتشات الامور كانت هتبقى سهله جدا، لو كنت كسبت ماتش وتعادلت ماتشين كانت هتبقى سهله جدا، لو اتغلبت ماتش ما بين الماتشات ماتش وماتش الامور كانت هتبقى سهله جدا، صح ولا لا؟ لكن الهزيمه عشان كانت 3 ماتشات ورا بعض هي دي اللي عملت الصدمه بعد فوزين. الناس في اسوان ناس محترمه جدا، مجلس اداره محترم، ناس بصراحه من افضل الناس اللي اتعاملت معاها، لكن كل بالذات في الانديه اللي بيبقى عندها انديه جماهيريه بيبقى عليها ضغوط، طبيعي ان هي بتضغط مجلس الاداره بحكم النتائج، صح ولا غلط؟ لكن انا النهارده لما باجي اشتغل انا النهارده فرقه اسوان فرقه من الفرق اللي هي خلينا نتكلم بصراحه من اصغر الفرق الموجوده في الجدول، لكن الطموح عالي باول فوزين، صح ولا لا؟ تاني حاجه اللي انت شايفه في امكانيات الفرقه اللي قدامك لا فرقه تقيله، انا كمدير فني مش هقدر اشتغل اقول لك انا هكسب فلان وفلان وفلان وفلان، عمره ما اقول كده، لان داخل كل ماتش وانا عارف انا اطلع مش عارف اطلع منه ايه، بحكم ان انت عندك بتشتغل شغلك كويس قوي وبتتعب قوي، لكن عندك فرقه هي كمان بتتعب، بس هما بيتعب وعنده امكانيات لعيبه عاليه جدا وتقيله جدا، لكن انت بتتعب وعندك امكانيات لعيبه كويسه. النهارده لو النتائج سيئه ما انت من حقك انك تغير، صح ولا غلط؟ لكن انا عندي صعوبه، عندي انا في قرار ان انا مش هقدر اخد قرار ان انا اقول لك ان انا ماشي، لان لو مشيت مش هشتغل تاني، والناس من حقها، وحط من تحت دي 100 شرطه من حقك النتائج لو سيئه انك تمشيني، وانا مستوعب ده على فكره، وانا بالنسبه له من حقه ان هو يدور على مدير فني لو انا مش ماشي كويس، ودي ما تزعلنيش على فكره، ما تزعلنيش، انا مدرب ومدرب محترف، ولو مشيت من اسوان فاهمني ازاي مش هقعد في بيتي واقعد لا اقعد يعني لا ما انا هدور على شغل. انا بعد ما كسبت الماتشين دول بعض الناس بقت تكلمك على سفر وبتكلمك مش عارف على ايه والكلام ده كله، قلت لا طبعا، وفي نفس الوقت الناس دي عشان ناس محترمه وانا بعزهم، فخلاص نقعد مع بعض ونشوف الانسب بالنسبه لي وبالنسبه لك، ومن حقه ان هو يدور برده على مدير فني، ودي طبيعه الكوره على فكره. يعني مجلس الاداره بصراحه ناس مشكوره، سواء بقى بيشتغلوا ليا انا موجود او يشتغلوا اللي جاي، دي ما فيش مشكله بالنسبه لي يعني، او بالنسبه للناس اللي موجوده، ان انت هيجيبوا صفقات تقيله، قعدنا مع بعض واتفقنا ان هم يجيبوا صفقات بارقام كويسه، بس تبقى لعيبه مميزه سواء من الدوري المصري او سواء محترفين خلال الفتره اللي جايه، ودي بقول لك برده ممكن ما تبقاش ليا ممكن تبقى للي جاي، ودي برده زي ما قلت لك دي ما فيش مشكله بالنسبه لي، المهم انا بالنسبه لي ان الناس تبقى كويسه والناس ونادي اسوان يبقى كويس، لان انا المفروض بسيب ذكرى كويسه مع الناس.